هذا فيديو عن موضوع الموهبة والخبرة، فرق بين الموهبة والخبرة في الخيل أو في أمور أخرى، بس بالذات بالخيل وركوب الخيل. في نظري زي ما قلت، الخيل الخيالة فن وليست رياضة. الخيالة فن وليست رياضة، مو بالركوب العادي ركوب الخيل، لا، الخيالة. الخيالة فن وليست رياضة، وجميع الفنون تحتاج موهبة أكثر من الخبرة. هذا واقع ليس رأي. فالخيل أو الخيالة، ركوب الخيل حقيقي فن، فالموهبة في الخيل أهم من الخبرة اللي نقاش فيها. فالخبرة اللي نقاش فيها أنها مهمة من أهم الأشياء، لكن ليست هي الأهم أو الأساس. الأهم أو الأساس في الخيل أو في ركوب الخيل الحقيقي يعني هو الموهبة وليس الخبرة. والدليل سهل جدا، أنه دائما تلقى الناس جيدين مثلا أحسن من الناس أكبر منهم في السن. لو كان مثلا فرضا الدعوة خبرة وبس، والموهبة ما لها دخل، أي شخص كبير في السن أفضل من أي شخص صغير في السن. خالد رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه ما يمكن يكون أحسن من شخص أكبر منه. هذا ما حصل. فالموهبة هي الأهم، والخبرة مهمة لكن الموهبة هي الأهم. فإذا عندك موهبة أكثر من شخص ممكن تصير أحسن منه مع الوقت، حتى لو كان عنده خبرة أحسن منك، بشرط أن الموهبة تظهر أو تطلع. يعني ممكن يكون عندك موهبة أحسن منه بس ما ظهرت موهبتك، إلى أن تظهر هو أحسن منك لأنه عنده خبرة أكثر منك. لكن مع الوقت ظهرت موهبتك، حتى لو كان عنده خبرة أكثر منكم ممكن تصير أحسن منه. طبعا لو كان علمني أو مثلا دربني أو لي هو، كان أحترم خبرته أقدر خبرته، لكن ما يمنعني أصير أفضل منه. أنا ضد اللي يقول واحد شخص علمك ما يمكن تصير أحسن منه، ليش لا؟ ممكن نعم ما تصير أحسن منه من ناحية الخبرة، يتطور من تتطور. ما بالاحترام ما بالواقع انه يزيد خبره اكثر منك، لكن تصير اذا كان عندك موهبه واستعداد اكثر منه قد تصير احسن منه حتى لو كان اخبر منك. انها فن فتحتاج الموهبه او الاستعداد اكثر من الخبره. طبعا موهبه في الخيل او في الركوب زي ما قلنا ما في بوه ولا في استعمال للعضلات وكذا، فالموهبه في الخيل تدخل فيها عده امور. الموهبه زي ما تقول موهبه كبرى بعدين عده مواهب صغيره. فبلغه عاميه زي ما تقول استعداد، موهبه استعداد تدخل فيها عده امور، لكن الاساسيه تقريبا ناس استعداد المهاره، مهارة اليد أو استخدام الرجلين طبعا بالذات اليد خاصة بالطريقة العربية الطبيعية. والشيء الثاني هو الجسم، مو بثقل الجسم أو خفة أو قصر أو طول أو قوة أو ضعف، لا، الجسم قصدي ردات فعل الجسم. مثلا الشخص ردات فعله فنية، ففي نوع من الفن تحتاج الخيالة، قد يكون في الشخص أو قد ما يكون في الشخص. زي مثل خفة يده في الرسم، يده يد رسام، يده مو بيد رسام، هذاك يده يد خيال أو مو بيد خيال، جسم خيال أو من جسم خيال. هل جسم خيال له وضع معين؟ لا، مجرد ردات فعل. يعني مثلا لو تلقى مثلا أشخاص كونغ فو، واحد ضعيف واحد سمين واحد طويل واحد قصير، ما تفرق، كل واحد أفضل من الثاني بشيء معين. فما أقول جسم مو قصدي شكل معين بالجسم، لا، قصدي ردات فعل. جسم عنده قبول لأفعال الحصان وردات فعل الحصان، فتصير عندك ردات فعل إيجابية. الشيء الثالث هو القلب، استعداد النفسي. ثلاث أشياء أساسية داخل الموهبة، ثلاث استعدادات أساسية داخل الاستعداد الأكبر اللي هو الموهبة. استعداد مهاري يد والرجل لحد ما، استعداد جسمي ردة فعل الجسم، واستعداد نفسي اللي هو القلب، عدم الخوف. مو عدم الخوف الهبال او الهياط، بس يعني لا، بعض الناس قد يكون يعني حذر اكثر من بعض الناس ممكن، لكن مع ان عاده الحذر هو اللي يمشي صح، لانه يمكن ما يوهر نفسه، اللي يعني يتجرى زياده ممكن يتعور فيترك الخيل. لكن بشكل عام الاستعداد النفسي لا شك ان ايضا له دور يبقى. مو بشجاعه، انا شخصيا ما اتوقع ان الشجاعه لها دور في الخيال. مثلا جيب شخص شجاع حقيقي مو بخيال، تركب أحسن منه، حتى لو كان أشجع منك، حتى لو كان أقوى منك. وكان الشجاعة هي الخيال، لا، معناتها أي شجاع بيصير أحسن منك، أي شخص أشجع منك يصير أحسن منك. فما أقصد قبل الشجاعة برا الخيل، لا، قصدي إنه استعداد نفسي للخيالة. أنت تقول شخص نفسيا ما يخاف من شيء معين، ما يخاف مثلا من الظلام، ما يخاف مثلا من أماكن مخيفة، ما يخاف مثلا من الموية، ما يخاف من السباحة، ما يخاف من البحر، ما يخاف من الخيل، ما يخاف من الركوب. ما أقصد فيه الشجاعة بقدر ما هو استعداد من نوع معين يسمى او اسميه استعداد نفسي. استعداد نفسي، استعداد مهاري، استعداد جسمي، رتبها كما شئت. في نظري الاساس هو المهاره، لان القلب بدون الثنتين تبقى لو جاك حصان مجنون كسرك، مهما كنت شجاع حصان اهبل منك، انت خبل حصان اخبل منك. الاستعداد الجسمي بدون الثنتين ما اسقط شيء، مهما كنت مهاري حصان امهر منك. لكن استعداد اليد، مهاره اليد بدون الثنتين ممكن تنجح. ليش؟ لانها عباره عن وزن حصان، بحيث انه يعرف انه لو صار لك شيء يصير له فيبدا يزنك فوق. فالاستعداد المهاري هو اهم الاستعدادات، اهم موهبه من ضمن الموهبه الكبرى. موهبه كبرى وعندك مواهب صغيره جواها. اهم موهبه من الثلاث الاساسيات هي موهبه المهاره، ثم القلب والجسم. فالموهبه اهم، او الاستعداد اهم من الخبره بكثير، مع ان الخبره مهمه جدا. خبره بلا موهبه ما تفيد، لان في خبره خاطئه، خبره صحيحه، خبره جيده، خبره سيئه. شخص مثلا 30 سنه خبره خطا،
مو بمكانك تصير بالعكس قاعد يشوف الشاش مثلا 20 سنه خبره بس على سنه لكن موهبته اقل منك تركب ركوب صحيح سنه سنتين ثلاث عشر طلعت موهبتك صرت احسن منهم اثنين حتى لو كان عندهم خبره اكثر منك تبقى موهبتك احسن منهم وصرت احسن منهم فالموهبه بدون خبره بس تحتاج وقت يعني شخص موهوب بس ما عنده خبره اذا يحتاج وقت يصير عنده خبره ويصير عنده موهبه لكن شخص عنده خبره ما عنده موهبه شو يسوي الموهبه لا تستطيع الحصول عليها ان لم تكن فيك كذا من الله لكن الخبره مع الوقت تجي اي شخص يستطيع الحصول على الخبره خاطئه او صحيحه سيئه او جيده لكن مو اي شخص يستطيع الحصول على الموهبه فهذا رد على كثير ناس مثلا اذا مثلا الدعوه خبره فقط بس في الخيل اذا كانت خبره وبس اي شخص يجي في الخيل يشرب شاي يشرب قهوه سنين وخلاص انا خبير انتهينا فالموهبه هي الاساس الموهبه هي الهام وانا شخص ضد اللي يقول مثلا اذا تعلمت من شخص او علمك شخص ممكن تصير احسن منه او يبقى لا ممكن احسن منك خبره تحترمه تقدره لكن انت بسبب المعلومات اعطاك اياها لكن بشكل عام ليش لا اذا كنت عندك موهبه او استعداد اكثر منه وظهرت يعني كيف اعرف انك موهوب اكثر مني اذا ما ظهرت موهبتك وموهبتي لازم تظهر موهبتي تظهر موهبتي بعين نحكم فاذا ظهرت موهبتك وكانت موهبتك احسن موهبتي تصير احسن مني حتى لو كان خبرتي اكثر من خبرتك لان الخبره ممكن تكون خاطئه صحيحه سيئه جيده فهذا رايي في موضوع الخبره والموهبه الموهبه اهم والخبره مهمه الاساس هو الموهبه انا صرت اختار واحد فالاساس هو الموهبه الموهبه ثلاث اقسام اساسيه تدخل فيها فروع موهبه موهبه مهاره ومهاريه اللي هي اليد ويحد ما بعض الطرق الرجل وموهبه نفسيه لسداد النفسي وشجاعه عدم الخوف طبعا زي ما قلت شجاعه في الخير مش شجاعه في الامور الاخرى وموهبه جسميه ردات فعل جسم زي ما قلت مو بجسم معين قصدي ردات فعل جسم مو بجسم من شكل معين او على ما قالوا وضع معين او شكل معين لا قصدي جسم عنده استعداد لردات فعل الخيل يعني كموهبه عند الله سبحانه وتعالى فهذا رايي موضوع الموهبه والخبره والفرق بينها في الخيل الخياله فن وليست رياضه ركوب الخيل رياضه فركوب الخيل يحتاج خبره وتهيئة الخياله تحتاج موهبه واستعداد تظهر الموهبه والاستعداد عن طريق الخبره اذا ظهرت موهبتك واستعدادك وصارت اكثر من موهبه واستعداد شخص اخر اصبحت احسن منه حتى لو كان عنده خبره اكثر منك مثلا اخبر منك نعم لكن انت افضل منه يقول شلون انت اخبر مني وانا افضل منك سهل ممكن انا اخبر منك بس مو بكل الخبره صحيحه بعضها خاطئ بعضها صحيح لكن انت طبقت الشيء اكثر مني يعني انا اعرف شيء اكثر منك بس انت طبق احسن مني انا اعرف معلومات اكثر منك بس انت طبقت هذه المعلومات اكثر مني احسن مني حتى لو ما عرفتها زيي انت صرت ما تدري عنها لما تقول شخص دارس حركات الكونغ فو والكاراتيه والتايكوندو دراسه احسن منك بس لما تطبقون انت وياه هو يطبق احسن منك حتى لو هو عرف اكثر منك ودرسها اكثر منك فالخياله موهبه اكثر ما هي خبره لان الخياله فن وليست رياضه فهذا رايي في موضوع الخبره والموهبه